يعود في وسط ملعب. تحضير من هناك لأحمد عبد الحليم، يتركها لرأفت علي صاحب الخبرة، بيعدي وبيمشي رأفت. المحاولة قائمة والخطأ والصافرة الواثقة من الحكم الدولي ناصر درويش. صاحب الهدف رأفت علي في هذه المباراة، وبالمناسبة رأفت علي الذي هو بالأساس صانع ألعاب ذكي لفريقه، لكنه يقوم بدور هام، بدور حيوي في حسن قيادة الفريق، في حسن تفعيل خطورة فريقه في هذه المباراة، تعويض غياب اللاعب الكبير محمود شلبي، وبطاقة صفراء أولى في هذه المباراة، وركلة حرة مباشرة. التنفيذ سيكون لعامر ذيب صانع الهدف الأول في هذه المباراة. عامر بقدمه اليمنى يلعب كرة، أحمد كشكش اللاعب الفلسطيني المحترف في صفوف فريق الوحدات يحرز الهدف الثاني لفريقه. يتقدم الوحدات بهدفين مقابل لا شيء، وفرحة عارمة، فرحة كبيرة لأنصاره الذين جاءوا من كل صوب وحد للاحتفال بالهدف الثاني لفريقه. إذن أحمد كشكش والهدف من صناعة الذيب عامر ذيب، والتقدم للمارد الأخضر بهدفين مقابل لا شاهده أحمد كشكش، وخروج غير موفق لحارس المرمى، والكرة داخل الشباك، التقدم بهدفين مقابل لا شيء. الذيب صانع الهدف الأول بالقدم اليسرى، صانع الهدف الثاني بالقدم